وللتعليق على الشأن السوري ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد أهلا بك. وزير الدفاع الأمريكي قال إن بلاده قد تعيد النظر في مسألة تزويد المعارضة السورية بالسلاح، كيف تقرؤون هذه التصريحات التي تسبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو؟ الشأن السوري في الدوائر الأمريكية في واشنطن يعني هو يتأرجح ما بين تزويد المعارضة أو بعض فصائل المعارضة السورية بالسلاح اللازم، وفريق آخر ضد هذا الدعم ويريد أن يقتصر الدعم الأمريكي على المعونات الإنسانية والأسلحة غير القاتلة، بمعنى معدات الاتصال والطبية إلى آخره. لا يوجد شك لدي أن نظام بشار الأسد هو إلى زوال، ولكن السؤال الأكبر، وهذا أيضا ما يشغل عقل صنع القرار في البيت الأبيض، ماذا بعد بشار الأسد؟ تدور التقارير حاليا حول استخدام بشار الأسد إلى أسلحة كيماوية، ويوجد تقارير أخرى تفيد بأن المعارضين السوريين قد يكونوا قد استخدموا أيضا أسلحة كيماوية. لو ثبت للإدارة الأمريكية أن بشار الأسد قد استخدم أي نوع من الأسلحة الكيماوية ولو بأي كمية، فسيعطيها الأرضية للقيام بعمليات عسكرية، وقد تكون بإطار محدود في شكل ضربات صاروخية بصواريخ كروز على سبيل المثال، ولكن لا أعتقد في الوقت الحالي بقراءة الموقف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغامر بإرسال جنود على الأرض. طب الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خاص بسوريا، عبر قراءتكم هل تم بحث اسم خليفة الأخضر الإبراهيمي، خصوصا في ظل الحديث عن نية الإبراهيمي تقديم استقالته؟ منذ فترة لا يخفى على أحد أن الأخضر الإبراهيمي ليس راضي عن توجه جامعة الدول العربية إلى إعطاء مقعد سوريا إلى فصائل المعارضة. هذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. حاولوا نفس الشيء في أروقة الأمم المتحدة، ولكن أتذكر جيدا في لقاء مع المندوب الروسي الدائم هناك فيتالي تشيركن، السفير تشيركن، أنه صرح بكل وضوح أنه ليس من المعقول في إطار المنظمات الحكومية أن يكون التعامل مع الوضع في سوريا بهذا السياق. فإذا أخذنا طرحنا سوريا على جانب، فيستطيع على سبيل المثال المواطنين الذين يقومون في دول الخليج مثل قطر أو الكويت اللي هم بيطلق عليهم البدون، أن يعني يظهروا بحركة معارضة ويطالبوا بالاستحواذ على مقعد قطر أو الكويت في الأمم المتحدة بحجة أنهم فصائل معارضة تخوض نضال ضد السلطة. هذا بالطبع ليس عقلي، وهذا يضع قيود على حركة الإبراهيمي ومصداقيته كوسيط مشترك ليس فقط لمنظمة الأمم المتحدة ولكن لجامعة الدول العربية. أنا أعلم أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض اللقاء مع الإبراهيمي مؤخرا لأنه يحمل صفة جامعة الدول العربية التي الحكومة السورية ليست ممثلة فيها في الوقت الحالي. فهناك أقاويل لا يوجد حتى الآن يعني مرشح محتمل لخلافة الإبراهيمي. قد يكون، وهذا ليس مؤكد، ولكن بعض يعني الدبلوماسيين صرحوا بهذا بطريقة غير رسمية، أن يتم تعيين الإبراهيمي كممثل المنظمة الدولية فقط بدون جامعة الدول العربية. الأيام ستثبت لنا ماذا سيكون من مصير السيد الأخضر الإبراهيمي. هناك جهود لتكوين تكتل معارض جديد في القاهرة، برأيكم هل يمكن انتظار بلورة رؤية جديدة للمعارضة السورية للجلوس إلى طاولة حوار سياسي مع الحكومة السورية؟ وهل هذا بالأساس مفيد أن يكون هناك فصائل متعددة في أم أن الحل لا يكمن في المعارضة السورية والنظام السوري، يكمن ربما في ما بين موسكو وواشنطن؟ يعني أين يمكن أن يكون الحل يعني برأيكم؟ بالنسبة لتشكيل كيان جديد المعارضة السورية، أنا يعني لا أعلم الدوافع التي تدفع في هذا الاتجاه.
رأينا كيف أن المعارضة السورية فشلت في التواجد على الساحة بتماسك، ولكن يتنازعها أطراف عديدة. لن تستطيع المعارضة، فصائل المعارضة السورية، أن تنفي صلتها بتنظيم إرهابي مثل جبهة النصرة، وهو بالتالي يضرهم أكثر مما يفيدهم. شهد الجميع بما فيهم الدوائر الأمريكية أن مقاتلين النصرة أكثر جراءة وأكثر استعدادا للقيام بعمليات انتحارية ربما لا تتوفر في الفصائل الأخرى. ولكن جبهة النصرة بعد قيامها بالإعلان عن ولائها لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، لا أستطيع أن أؤكد أنه في المستقبل ستنال الرضا الدولي أو الاعتراف الدولي المطلوب. العالم يتعامل الآن بحرص شديد مع ما يطلق عليه التنظيمات أو فصائل المعارضة السورية. كون تشكيل تنظيم موازي، أنا أرى أن هذه تدفع بالقضية السورية إلى أن يتفرق دمها بين القبائل، فهي لن تؤدي إلى شيء في النهاية وستزيد من حدود التفرق. أعود في عجالة بالنسبة لقرارات مؤتمر جنيف التي تم اعتمادها لفترة كمرجعية، للأسف لم يستفيد منها لا النظام السوري ولا المعارضة السورية لتلكؤ الطرفين في التقدم بوفود تمثلهم في مرحلة التفاوض حول مخرج للأزمة، فالطرفين ليس لديهم استعداد. وأنا لا أرى شيء بعد زوال نظام بشار الأسد سوى استمرار الحرب الأهلية إلى لا نعلم إلى أي مدى، وقد تستمر لعشرات السنين. من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك.